شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا فيما مضى حول مفهوم الشفاعة أولاً، وأنواع الشفاعة ثانياً، والشفاعة في كتاب الله ثالثاً، والشفاعة في الأحاديث المأثورة رابعاً، وشفاعة الأولياء في الحياة الدنيا أخيرا. أما في هذه الليلة فنتحدث بإذن الله تعالى حول طلب الشفاعة من الأولياء، هل يحق لنا أن نطلب الشفاعة من أولياء الله تعالى أو لا يحق لنا ذلك؟ في دعاء التوسل نبدأ بطلب الشفاعة من خاتم الأنبياء محمد. ونخاطبه بقولنا: يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. ونختم هذا الدعاء بالتوجه إلى المنجي الذي تنتظره البشرية كلها، الإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه، ونقول له: يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. هل طاعة
طلب الشفاعة من أولياء الله تعالى عمل سائغ أو عمل محرم؟ الإجابة على هذا السؤال تبدو واضحة جداً. إذا نحن نريد أن نحلل عملية طلب الشفاعة في كلمة، طلب الشفاعة عبارة عن أن تطلب شيئا من شخص ملكه الله تعالى القدرة على إنجازه. الله تعالى ملك خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وأولياءه الكرام القدرة على الشفاعة. أنت تأتي إلى هذا الشخص الذي يملك هذه القدرة بتمليك الله تعالى، وتطلب منه أن يعمل هذه القدرة. هل النبي يملك الشفاعة؟ ذكرنا في البحث الماضي أن صحيح البخاري ذكر أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وأعطيت الشفاعة. إذا الله أعطى للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله مقام الشفاعة، فما المانع أن نطلب من النبي الأعظم أن يكون شفيعا لنا عند الله؟ محمد ابن عبد الوهاب يذكر في كتاب الهدية السنية الرسالة الثانية صفحة 42 يقول: وثبتت الشفاعة لنبينا محمد يوم القيامة ولسائر الأنبياء. كل الأنبياء ثبت لهم مقام الشفاعة، والملائكة يملكون هذا المقام، والأولياء والأطفال لم يملكون هذا المقام حسب ما ورد. ويقول في مكان آخر: إن الشفاعة حق في الآخرة، ووجب على كل مسلم الإيمان بشفاعته، يعني شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، بل وغيره من الشفعاء. فالقضية كما تبدو قضية واضحة جداً، ولكن هذه القضية التي تبدو واضحة تحولت في نظر تيار من التيارات الفاعلة إلى حد فاصل بين الشرك والإيمان.
الذي يخاطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في نظر هذه الفرقة وفي نظر هذه الفئة، الذي يخاطبه ويقول يا نبي الله اشفع لنا عند الله، فهو كافر فورا. هذا تكفير لكم مليون من المسلمين، لمئات الملايين من المسلمين. مجرد أن يقولوا هذه الكلمة يا نبي الله اشفع لنا عند الله، أشخط عليهم بالقلم الأحمر، ذول كلهم كفار، وأخرجهم من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر والشرك. هل القضية مجرد تكفير؟ التكفير قضية عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. أن تقول لمن يتشهد الشهادتين إنه كافر، هل القضية مجرد تكفير نظري؟ لا، وإنما هذا التكفير النظري يتحول إلى واقع خارجي. تعلمون كم واحد قتل في العراق إلى الآن منذ سقوط البعثيين؟ الذين قتلوا من المسلمين كما في بعض التقارير 7000 مسلم قتلوا في هذه العمليات الانتحارية. ضميرك لا يطاوعك على أن تقتل نملة. إذا واحد عنده وجدان، إذا واحد عنده ضمير، ليش تقتل نملة؟ لا أن تقتل نملة، أن تسلب من فم نملة جلب شعيرة. واقعا ضميرك يطاوعك على ذلك. أن تخيف نملة، تخوفها، ضميرك يطاوعك على ذلك. ولكن أن يأتي جماعة ويقتلوا 7000 مسلم في العراق وحدها، ويجرحوا كما في هذا التقرير 20000 واحد، وكم قتلوا من القوات الأجنبية الكافرة؟ 1500 واحد فقط. هذه الأعمال لها جذور، يمكن يكون لها 20 عامل، وإحدى هذه العوامل الفكر التكفيري. هذه القضية في العراق، في أفغان، في باكستان، في مناطق أخرى، بقية المناطق أيضا مرشحة. هذا الفكر التكفيري ينتهي إلى واقع خارجي. أحد الرموز الكبار الكبيرة لهذا التيار كتب كتابا كما نقله لي بعض الثقات تحت عنوان حلية قتال الرافضة لأنهم مشركون. فهذه القضية قضية مهمة جدا، قضية التكفير من الناحية النظرية أولا، ومن الناحية العملية ثانية. هذه النظرية تفرق الأمة، تمزق وحدة الأمة، وتدخلها في صراعات لها أول ولا آخر لها. ولأن القضية بهذه الأهمية، ينبغي لنا أن نتوقف عندها قليلاً.
ما هو منطق هؤلاء؟ وماذا يقولون في قضية طلب الشفاعة من الأولياء؟ هنالك عدة نقاط. النقطة الأولى: طلب الشفاعة من الأولياء نوع من أنواع الشرك في العبادة. هذه المقولة الأولى لهذا التيار ولأقطاب هذا التيار. المقولة الثانية: طلب الشفاعة من الأولياء شبيه بما يعمله عبدة الأوثان. المقولة الثالثة: طلب الشفاعة من الأولياء دعاء لغير الله تعالى. المقولة الرابعة: الشفاعة حق مختص بالله تعالى، فلا يحق لنا أن نطلبها من غيره. المقولة الأخيرة: طلب الشفاعة لغو لا تترتب عليه أي فائدة. هذه خمس مقولات لهذا التيار في هذه القضية. طبعا البحث في هذه القضايا يحتاج إلى مجال كبير، وعلماؤنا الأعلام أشبعوا هذه البحوث، ولكن نريد الإشارة العابرة إلى هذه المقولات. المقولة الأولى: طلب الشفاعة من الأولياء نوع من أنواع الشرك في العبادة. الله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الشرك، يجب أن تطلب الشفاعة من الله تعالى، لا أن تطلب الشفاعة من الأولياء، وإلا هذا الشرك، وإلا تطرد ويقال لك يا مشرك يا كافر كما رأيتم. هل يمكن القبول بهذا المنطق؟ ما هي العبادة؟ وما هو تعريف العبادة حتى نعرف أن طلب الشفاعة من الأولياء نوع من أنواع العبادة لهؤلاء الأولياء أو لا؟ هل مطلق الخضوع عبادة؟ هل مطلق الطلب عبادة؟ هل مطلق التعظيم عبادة؟ هل الاعتقاد بأن شخصاً أو شيئاً
يملك تأثيراً ملكه الله تعالى ذلك التأثير عباده. ما هي العبادة؟ شنو تعريف العبادة؟ هل التعظيم عبادة؟ يمكن واحد يقول التعظيم عبادة؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، تعظيم بيوت الله هذه عبادة لبيوت الله. تعظيم الأبوين، تعظيم المعلم، تعظيم العالم، هذه عبادة. يمكن واحد يقول كل نوع من أنواع التعظيم عبادة. هل الطلب مطلق أنواع الطلب عبادة؟ تطلبون من واحد شيء، هذا عبادة؟ ذو القرنين حتى في كتب العامة أكو هنالك خلاف، بعض قالوا إنه كان نبيا وبعض قالوا إنه كان عبدا صالحا من عباد الله. الفخر الرازي على ما ببالي يرجح أنه كان نبيا، لأن الله تعالى يقول إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. على كل حال هو عبد صالح على أقل تقدير. خاطب أولئك فأعينوني بقوة، تحول إلى مشرك. طلب الإعانة، أن تطلب، تريدون أن تحملوا حمل ثقيل ما تتمكنون، تنادون واحد يعبر تقولون تعال أعني، هذا الشرك. واحد مريض يقول يا دكتور الحقني الحقني، هذا مشرك. إذا نصف المسلمين صاروا مشركين، لو كل المسلمين، لو كل البشر. واحد ما يستغني عن طلب المعونة من الآخرين. فهل مطلق التعظيم عبادة؟ كلا. هل مطلق الطلب عبادة؟ كلا. هل مطلق الخضوع عبادة؟ يمكن واحد يقول مطلق الخضوع هذا عبادة، إذا خضعت أمام جهة أو أمام فرد فأنت عابد لتلك الجهة أو لذلك الفرد. يمكن واحد يقول الله تعالى يقول حول الأبوين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني عبدت الأبوين. شايفين الطائر؟ الطائر عندما يأتي، هذه الطيور الصغيرة كيف تتذلل لأمها؟ شايفين أو ما شايفين؟ كأن الله تعالى يقول لتكن لك هذه الحالة من التذلل والخضوع أمام الأبوين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هاي عبادة. هل الاعتقاد بأن شيئا أو بأن شخصا يملك تأثيرا في الكون بتمليك الله، هذا الشرك، هذا الاعتقاد؟ يعني إذا واحد يعتقد أن العسل فيه شفاء، هذا الشرك، هاي العقيدة. الله تعالى يقول فيه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، هذا الاعتقاد شرك. هذه المادة تملك تأثيرا شفاء،
والعلماء الآن بتطور البحوث العلمية يتوصلون إلى حقائق عجيبة في هذا المجال. كيف يكون العسل شفاء للناس؟ أن تعتقد أن ملك الموت يقبض الأرواح، هذا الشرك. الله تعالى يقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هذا الشرك. نحن نعتقد أن ملك الموت يقبض الأرواح، له تأثير، لكن بإذن الله تعالى، هذا الشرك. إذن التعظيم لا يعتبر عبادة، الخضوع لا يعتبر عبادة، الطلب لا يعتبر عبادة، الاعتقاد بأن شيئا أو شخصا يملك تأثيرا بإذن الله لا يعتبر عبادة، الطلب المقرون بهذا الاعتقاد لا يعتبر عبادة، الخضوع المقرون بهذا الاعتقاد لا يعتبر عبادة، التعظيم المقرون بهذا الاعتقاد لا يعتبر عبادة. فما هي العبادة؟ العبادة قضية وجدانية واضحة. إذا واحد قال لكم ما هو الماء، الماء لا يحتاج إلى تعريف، الماء شيء واضح. الوجود كما يقول الحكماء أوضح حقيقة في عالم الإمكان. ما هو الوجود؟ ما يحتاج إلى تعريف، مفهومه من أعرف الأشياء، تعريف ما يحتاج. العبادة قضية واضحة. واحد يحب فردا فيقبل جبهته، هاي عبادة. أكو واحد منصف يقول هذه عبادة، دا يعبد. واحد يأتي إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: يا نبي الله، الله ملكك الشفاعة، أنتم قلت وأعطيت الشفاعة، أنت لم تقل كما في البخاري، أطلب منك أن تشفع لي، هذا الشرك؟ هاي عبادة؟ هذا الشرك عبادي؟ الله، لاحظوا، ملك النبي الدعاء. النبي يملك أن يدعو أو لا يملك؟ يدعو، يقول يا الله، يملك لو ما يملك؟ يملك. إذا تجي إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ويقول يا تقول يا نبي الله، الله ملكك الدعاء، أدعو لي، هذا الشرك؟ عبدت النبي صلى الله عليه وآله؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، تقول يا نبي الله، الله ملكك مقام أن تستغفر للمؤمنين، استغفر لي، هذا شرك؟ هاي عبادة؟ عبدت النبي؟ الله ملك النبي مقام الدعاء، اطلب الدعاء من النبي. الله ملك النبي مقام الاستغفار، بل ملك أي واحد، تشوف أي واحد من المؤمنين تقول له ادعوا لي. احنا عندما نلتقي لا نقول نطلب منكم الدعاء. أيضا الله ملك النبي مقام الشفاعة، والنبي قال وأعطيت الشفاعة، أجي إلى النبي أقول يا نبي الله اشفع لي، تشفع لي، هاي عبادة؟ بوجدانكم تشعرون أنها عبادة؟ مو عبادة، طلب، طلب من النبي الأعظم من أولياء الله تعالى ما ملكهم الله تعالى. فما هذه المقولة؟
العبادة إذا أردنا أن نعرفها قلنا لا تحتاج إلى تعريف، ولكن إذا أردنا أن نعرفها، العبادة نوع من أنواع الخضوع ينشأ من الاعتقاد بربوبية من تخضع له. هاي هي العبادة. إذا تخضع لواحد تعتقد أنه رب، هذه عبادة، وإلا مطلق الخضوع لا يعتبر عبادة. هذه هي المقولة الأولى، طلب الشفاعة من أولياء الله سبحانه وتعالى نوع من أنواع الشرك العبادي. إن شاء الله بقية المقولات التي ذكروها نتطرق إليها في حديث قادم، ولكن أذكر لكم قضيتين من قضايا تشفع الأفراد بأولياء الله تعالى وبما يرتبط بأولياء الله سبحانه وتعالى. القضية الأولى نقلها لي السيد الروحاني المرجع الشهير، ذكر أنه عندما ألفت دورتي الفقهية كلها أو بعضها لا أتذكر الآن، أهديتها إلى المرحوم الجد رحمة الله تعالى عليه، فكتب لي أشكركم على مضمون الكلام، أشكركم على هديتكم وأنا لا أعلم كيف أرد لكم هذا الجميل وكيف، طبعا مضمون الكلام، ولم يأتي في نظري شيء أفضل من أن أهدي لكم هذه الهدية، وكانت تلك الهدية عبارة عن تربة سيد الشهداء صلوات الله عليه، شيء من التربة. طبعا هذه التربة لا تتعجبوا أن تكون فيها آثار، إذا شراب يخرج من بطن حيوان، جماد يطلع من بطن حيوان، إذا هذا بشفاء، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إذا هذا الجماد الذي يخرج من بطن حيوان فيه شفاء، فهل تتعجبون بعد ذلك أن يكون في التربة التي أريق عليها دماء بضعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن يكون فيها شفاء؟ هذا عجيب، هاي جدا مفارقة. إذا واحد يعتقد أن ذلك الجماد فيه شفاء وهذه التربة اللي ضمت بضعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما فيها شفاء، الجد كانت عنده تربة أخذها من أطراف القبر المبارك في قضية، وهذه التربة لها قضايا.
جبرائيل ملك راكب على دابة، هذه الدابة لها حافر، حافرها يلامس التراب، هذا التراب يكون فيه أثر خارق للعادة. في آية فقبضت قبضتان، الآية الكريمة، وما ترتب على ذلك من الآثار العجيبة. فتراب حافر دابة جبرائيل إلى أثار، فهل تستكثر على تراب بضعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن يكون له أثار؟ السيد الروحاني حفظه الله نقل قضيتين حول هذه التربة. القضية الأولى، قال مرض أحد أقاربنا وسماه حتى قلنا إنه راح انتهى، وفقدنا الأمل في علاجه، بعد ماكو أمل، راح انتهى، يعني اللحظات الأخيرة. قال خطر في بالي أن أخذ شيئا من هذه التربة وأستشفي بها، يقول أخذت شيئا من هذه التربة وجئت إلى هذا المريض وفتحت فمه بصعوبة ووضعت فيه شيئا من هذه التربة فقام فورا. وشوفي بإذن الله تعالى. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، قال جاءني شاب وقال لهذا الشاب إنني أريد أن أنتحر فأذن لي في الانتحار. قلت له وكيف ولماذا ومن دلك علي؟ قال أنا مجاور لفلان، واحد من العلماء، رحت عنده وقلت له مولانا ائذنوا لي في الانتحار. قال أنت لمن تقلد؟ قلت له أقلد فلانا، يعني السيد الروحاني حفظه الله. قال ما دام ذاك هو المقلد إلك روح أخذ إذن منه، ليش تأخذ إذن مني؟ قال أنا اجيت عندك فأذن لي في الانتحار. شاب، قلت لي ليش لماذا؟ فذكر لي مشكلة ابتلي بها، مشكلة بدنية آذته نفسيا واجتماعيا، وبعد الآن أنا لا أتمكن أن أبقى في قيد هذه الحياة، ائذنوا لي في الانتحار. يقول أنا أخذت شيئا من هذه التربة وأعطيتها وقلت تناول هذه التربة شيء منها وتشفى بإذن الله تعالى. يقول أخذ هذه التربة وجاءني بعد يومين أو نحو ذلك، أو نحو ذلك التردد إما مني أو منه، على كل حال إما يومين أو نحو ذلك، وهو مستبشر وقال حلت المشكلة بالمرة وانتهى. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، نقلها العم حفظه الله، ذكر أن الجد رحمه الله ابتلي بضعف شديد في عينه في أيام شبابه، ففكر ماذا يفعل،
حتى أنه في الليل ابتلي بالعمى الليلي، ما كان يتمكن يشوف بالليل، ففكر أن يلجأ إلى واحد من ذرية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو ابن الإمام الهادي السيد محمد المدفون قرب سامراء، له مقام عظيم عند الله، ليطلب منه أن يكون شفيعا له عند الله تعالى في شفائه. الآن قبل ما أذكر القضية، يمكن واحد يقول هذه أشياء غير ممكنة، لا يمكن. أنا أذكر لكم رواية من صحيح البخاري، الرواية في صحيح البخاري المجلد الثاني صفحة 16، باب سؤال الناس الإمامة الاستسقاء إذا قحطوا. هذا الباب، سيمكن طبعات البخاري تكون مختلفة. هذا الباب يقول في البخاري إن عمر ابن الخطاب كان إذا قحطوا، ماكو مطار، استسقى بمن؟ يستشفع بمن عمر بن الخطاب؟ بالعباس بن عبد المطلب. ليش؟ لأنه عم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فقال اللهم، من قال؟ عمر. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وآله، وآله مني، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال الراوي فيسقون. نفس هذا الحديث مذكور في صحيح البخاري جزء 4 صفحة 209. البخاري في الجزء الثاني صفحة 18، باب إذا استسقوا الإمام، إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. هذا باب ثاني. الباب الثالث في صحيح البخاري جزء 2 صفحة 18، باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. فإذا المسلمين، إذا الأفراد كانوا يستشفعون إلى الله بالعباس عم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فما المانع أن يستشفي مؤمن بولد من أولاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، له مقام وجلال. فذهب الجد إلى ذلك المقام المبارك ونذر له نذرا إلى آخر حياته أن يقوم بذلك النذر، فشفيت عينه بإذن الله سبحانه وتعالى. العم كان ينقل في أخريات أيام حياة الجد من سطح بيتنا، نحن الشباب أفراد العائلة ما كنا نتمكن أن ننظر إلى ساعة أبي الفضل العباس صلوات الله عليه، مسافة بعيدة، ولكن الجد في أخريات أيام حياته كان ينظر إلى الساعة ويعرف أن الساعة كام، مع أن الفاصلة كبيرة جدا.
والقضايا من هذا القبيل في الذين استشفعوا بأولياء الله سبحانه وتعالى ورأوا الأثر لا يمكن عدها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع نبينا صلى الله عليه وآله وأولياءه العظام في حاجاتنا الدنيوية والأخروية والشخصية والاجتماعية والدينية والدنيوية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب وبين